ايقاع جميل لعب على الجهه اليسرى وهبلاوفيتش جول لمصلحتي. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. جوده كبيره في تمرير الكره بين اللاعبين. لمسه بينيه تسديده من اول لمسه. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. إلماس مستحيل، الحلم أصبح حقيقة، هدف حسم الدوري. لا شك ايضا انه هذه المشاهد من افضل الاشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات. علي الدعم الكبير، يا لها من اجواء جنونية في المدرجات. اذا فاتتك البداية فلا تقلق لان المباراة في لحظاتها الاولى. الفوز في مباراة اليوم سيحقق لهم اللقب الغالي. يتواصل اللاعب برمية التماس. مارتينيز يلعبها على اليمين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يسدد الكرة. الله، كوستيتش ايقاع جميل لعب على الجهه اليسرى وهبلاوفيتش جول لمصلحه رينجرز. هدف لا يمكن ان تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤيه الكره. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. جودة كبيرة في تمرير الكرة بين اللاعبين. لمسة بينية تسديدة من أول لمسة. الكرة في المرمى، يا سلام. تعادل يأتي سريعا جدا. أوهو، تعادل سريع في هذه المواجهة. يجب أن نشيد بصناعة الهدف لأن الكرة العرضية المتقنة لعبت دورا كبيرا في تسجيل الهدف. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. كانت هناك مساحات في الدفاع، نجحوا في استغلالها بشكل رائع، وصلوا للمرمى بسهولة بعد ذلك. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل هدف التعادل سريعاً بعد التأخر في النتيجة. قد تكون هذه فرصتهم. والكرة العرضية، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. رينجرز ومحاولة مع المرتدة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. يعيدها إلى الحارس. باكايوكو. فيردي يعتمد هنا على الهجمات المرتدة في أسلوب لعبه. يحاول استغلال المساحات اللي يتركها الخصم في الخلف وينقل الكرة بسرعة من الدفاع الهجوم. طبعا التحول السريع من الدفاع الهجوم راح يسبب فيردي. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى. فيردي، نعم نعم، حاول ان يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية.
هنا ضربة رأسية، كان من الممكن أن رينجرز يحصل على الركنية الأولى، وحتى الآن منافس بدون ركنيات. إبعاد الكرة مطلوب هنا، يلعب كرة عرضية والدفاع يبعدها. There will be one minute added time. كوستيتش، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. Coming on to replace him is رينجرز، يأتي دورة ليركل ركلة البداية لباقي هذه المباراة. فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. يلعبها على طرف الملعب. باكايوكو، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. مارتينيز كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعب كرة بينية. بلاوفيتش، يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة، كرة رأسية، لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. The attendance for this match was 71,898. مارتينيز، كيزا، والآن فوفيردي، جول لمصلحة رينجرز. أوه، يا لها من متعة، هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل، توقيت هو مفتاح هذا الهدف. متفوقون بفارق هدف وحيد. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. اعتمد هذا الخط الدفاعي لوحدك. كيزا، بلاوفيتش، حلوة المحاولة بفداية كبيرة لكنه فشل في استغلال الفرصة. كيزا، هذه لعبة خطيرة، بلاوفيتش، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة الحقيقة. Coming on to replace him is ينجح في بعض الكرة. أكيد يحاول وقت المباراة والخصم بتعزيز التقدم، لا يدافعون عن تقدمهم فقط ولكن أيضا يهاجمون. مارتينيز، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. الآن إمكانية المرتدة، اللاعب يحاول مرور. فلورينزي، الكرة ملعوبة من مسافة بينية جميلة، تمريرة، بلاوفيتش، هدف عالمي، ما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. إلماس، مستحيل، الحلم أصبح حقيقة، هدف حسم الدوري، كل هذه الدراما بل كل هذه الإثارة. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد احتكاك الكرة من الوسط، ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. بعد هذا التحول في النتيجة، هل يمكنهم المحافظة على تقدمهم؟ دانييلو يتدخل في الوقت وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. إنهم الأبطال أخيراً بعد موسم طويل، بعد جهد كبير بذل من قبل اللاعبين، المدرب، وأيضا حضور جماهيرك اللافت في أغلب مباريات هذا الموسم. نهاية كانت رائعة، التتويج بلقب هذه البطولة.
في نهاية المشوار بعد موسم طويل وصعب. يتوج الفريق بلقب الدوري بعد موسم كان فيه الفريق الأفضل والأكثر استحقاقا للقب.